بالنسبة للماديات أبدا. طب يا هبة، قولي لنا النهارده معانا ايه الوصفة، اسمها ايه؟ معانا بقى وصفة حلوة قوي، هنعمل إعادة تدوير للكحك. إعادة تدوير للكحك. أو طبعا اوكي. يعني ما فيش حد دلوقتي في البيت يعني ينكر إنه ما عندوش طبق كحك مكسر زي ده، لا أكيد كلنا. صح كده؟ شوية كحك على شوية الأطفال بسكوت. بالذات كمان تلاقيهم أيوة بيعملوا عملية سيزاريان للكحك، يشيلوا الملبن بيدوروا الحشوة. طب وغير نقول كده المقادير بقى بتاعتنا. ده معايا نص كيلو كحك، ومش شرط انه يكون كحك بس، المقادير نص كيلو كحك. تمام، ممكن كحك على بسكوت على بيتي فور كده. ومعايا كمان على الكحك معلقتين كبار من الزبدة، ومعايا هنعمل طبقتين. الطبقة الأولى هتكون كاستر، للكاستر هنستخدم 3 أكواب حليب و3 معالق كبيرة كاستر و3 معالق سكر أو حسب الرغبة، يعني ممكن تقللي أو تزودي، تمام. ورشة فانيليا. اوكي. هنحط كمان طبقة موز، وده اختياري، ممكن تزودي أي حشوة براحتك. وهنضيف كمان طبقة كريم شانتيه، بتكون عبارة عن نص كوباية حليب مثلج، كوباية من الكريم الشانتيه الخام، و3 معالق من السكر. احنا كده خلاص قلنا المقادير كلها بتاعت إعادة تدوير الكحك. حلو تمام. الاسم ده، جميل، عملي. وهو بصي، أنا كل سنة في الوقت ده لازم أعمل الوصفة دي. ليه؟ بنطلع من العيد عندنا ما هي شاء الله عملية، صفقة كحك. هي عملية. طبعا صفقة كحك هي عملية. فبنعمل منها بقى زي تشيز كيك كده، بس كداب شويتين. وانت عارفين بحب الوصفات الكدابه لا بس قوي. بتطلع حلو، هي كدابة بس هي بتطلع حلو. حبيبتي انا مجرباها، مجربة هبة. بصي، نبدأ بقى نعمل ايه؟ انا هعمل الكاستر الاول علشان يلحق يبرد شويه. تمام تمام، بسم الله. هنضيف بقى ايه، حوالي 3 كوبايات من الحليب. بنحط اللبن على النار. هو المفروض هنقلبه وهو بارد، يعني قبل ما اوكي، يسخن كده يعني بنحط ندوب. مكونات الكاستر واللبن والكاستر على الكاستر. نقلبه قبل ما نحطه على النار. بس ومعاه سكر ولا انا كفايه بنجز. سكر الكحك؟ لا، هنحط شوية سكر، انا هحط 3 معالق بس، ممكن نزود ممكن نقلل براحتنا. تمام. بسم الله. احنا ممكن زي ما هبه قالت، وممكن عشان نقلل نسبه الدسم يعني نستفيد ان في الكحك اوريدي، ممكن ما نخلي اللبن خلي الدسم ما نحطش سكر، ايوه، مظبوط؟ او وممكن نحط اضيف عسل. معلقه واحده نشا علشان يكون متماسك شويه، ماشي، يعني ما يكونش كريمي قوي. النشا ماشي، مش هتحط لنا كالوريز. ممكن نحط كريم بسكري، اوكي، بيبقى حلو قوي. اختيارات. ممكن نحط هتحطوا كريم بسكري، ممكن نحط علبه قشطه. قشطه؟ حرام عليك يا ما احنا رب. بقى، ما هو كحك كده كده، هي خلاص خربانه، كده كده هي بايظه. خربانه خربانه بقى صح، يا رندا، مظبوط، حطوا قشطه فمش مش هندقها مشكله، على ما الهبابه جاتش على الصغيره دي. قشطه. احنا عملنا ايه؟ حطينا اللبن والكاستر. وهسيبهم بقى يغلي لحد ما يتماسك. اوكي، تمام. هنعمله بقى زي ما بنعمل المهلبيه اعتقد، ايوه صح؟ ايوه تمام، تعالي بقى ايه، على ما يتماسك كده نعمل البسكوت او الكحك، نفرمه. اللي هو البواقي الكحك اللي عندنا. ايوه، اي بواقي بقى اوكي، هي عندك؟ البواقي دي فيها ملبن ولا لازم لا، تكون ده ساده؟ ساده، ده ساده. يعني لازم تكون ساده، صح؟ اوكي. لو عندك مثلا محشي مكسرات هيكون ميكس حلو قوي. يعني عندي مثلا الوصفه، هيبقى اغنى، هيبقى اغنى واتقل. انا بعمله مثلا الكحك بقى المحشي عين جمل، تخيلي بقى، يا نهار اوعي ابيض. تسيبي كالوريز ما تحطيهوش. اوعي يا تسيبي نهار حاجه، ابيض. اوعي تسيبي يا بنتي، احنا عايزين نعمل دايت يا بنتي. يلا، في ما جاتش انتقام على في الكحك. الموضوع يعني، لو اوريدي هي جايه الميزه، ينتقم. الميزه يا جماعه ان الكحك ده كده كده موجود في البيت، هي بتستغل حاجه موجوده عندنا وبتعمل منها صنف وهتترامي، تاني جديد. هتترامي، حرام. يعني حرام احنا اصلا متكلف ما شاء الله سمنه بلدي طبعا. وحاجات كتير، فحرام. احنا زي ما كده قلنا، لو في غريبه تمشي، تمام. في بسكوت يمشي، اي اوكي، وصفه. اي لو كل بواقي العيد هنحطها في تمام. الكبه. طب لو ما عنديش بقى كحك وعاوز اعمل الوصفه دي، حرميش اي بسكوت ساده. لا، والله. بسكوت اوكي. ساده من السوبر ماركت. عارفه البسكوت، في ناس بياخدوا لحد دلوقتي بسكوت في المدارس، فممكن برضو الستات البيوت الشاطرين حلوه الحلوين الفكره دي. ياخدوه بقى، يعملوا ايه، يعملوا تشيز بالوصفه كيك، دي. تشيز كيك بتاعت تشيز هبه كيك كداب. كداب. وربنا يسامحنا بقى، احنا خلصنا صيام وخلاص، نكذب براحتنا. اكدبي براحتك بقى، ما يهمكيش. ايوه. هنضرب ده في الكبه، صح؟ انا بس ايه، مركزه مع الكاستر على ما يغلي اوكي، واحنا شغالين. هنحط ده في الكبه، ومعاه معلقتين كبار زبده سايحه. زبده، ما ينفعش زيت ولا اي زبده حاجه، زبده. زبده طب ما ده سمنه. يا صفايح، كيلو الزبده السايحه. انا قلت لك اليوم خربان يا هبه رندا. بتستفزني يا معلم. بصي، يعني اليوم ده مش يومك. لا مش يومي خالص، ولا يوم اي الليله حد مش عامل ليلتك يا دايت. عمنا. ايوه. يا بنتي حد واخد منها حاجه ايوه. ولا دايت؟ كله كله. احنا خلاص حطينا المفروض الكحك والحاجات اللي عندنا في الكبه، مظبوط. هنعمل ايه بقى؟ نفرمها. خلاص بقى، هنفرمها كده مع بعض. تمام. بسم الله. فرم ناعم يا هبه ولا لازم ناعم؟ زي التشيز كيك. هنرجعها لاصلها، دقيق. هنرجعها دقيق لا، تاني. مش بتكون دقيق، بتكون عامله زي الرمله زي المبلوله كده. البسبوسه. ايوه، زي الرمله، زي البسبوسه. برافو عليكي، تعملي بسبوسه.
لا خالص، انا بفكر يعني بحبها جدا. اللي بيعمل بسبوسه ده يبقى استاذ. لا لا انا مش هكذب، مش اي حد يعمل بسبوسه قدام المشاهدين. لا لا عمري ما جربت. اصل الكيكه عادي، لكن بسبوسه لو بسبوسه اصعب من الكيكه. لا هو الراجل دوت مش عارفه مين. الحمد لله، عارفه كنت هفرمه فيديو والله. البسبوسه اصعب من الكيكه. المره الجايه نعمل بسبوسه ان شاء الله. انت شوقتيني نعمل بسبوسه المره الجايه ان شاء الله. بحبها قوي كده. خلاص كفايه صح؟ اه تمام. بصي البسبوسه علشان تعمليها يعني وتطلع معاكي مظبوطه تبقى انت كده خلاص. الحلقه الجايه ان شاء الله احنا هنخلي هبه تعمل لنا البسبوسه ان شاء الله على خير يا رب. نخلص الشيسك ايه؟ اعاده تدوير الكحك وبعد كده نعمل البسبوسه. احنا كده خلاص حطينا الكاستر على النار. ايوه. وهو المفروض لما يخلص، بقول لك ايه يا هبه، هو الكاستر المفروض قوامه يبقى اتخن شويه من العادي لما بناكله لوحده ولا عادي؟ لا عادي عادي. اه انا حطيت معلقه النشا علشان ايه يبقى زي المهلبيه شويه. اوكي. يعني ما يبقاش كريمي كده زي اللي بناكله، واللي بناكله بيكون كريمي شويه. صح. لا مش عاوزاه كده. بصي بقى يا ستي، مش هتدهني الصينيه اي لا حاجه؟ لا لا ولا اي حاجه خالص. هو فيه هو بقى اصلا الكحك سمنه واحنا حاطين سمنه وهي حطيت له زبده. يعني كفايه يا عبد الصمد. مظبوط. ايوه تعالي انت كفايه كده. هي الكميه دي حلوه قوي. يلا ناخد دول كمان حرام. يلا. واحنا صح حطينا الكميه تقريبا قد ايه؟ نص كيلو. نص كيلو. تمام. وبعدين على المقاس الصينيه ده يبقى كفايه. اعملي الكميه اللي عندك، شوفي انت عندك قد ايه واعمليهم. تمام. بالنظر كده بقى تحطي بقى على قدها كريمه. واحنا شغالين وعايزين تنسي الكاستر. لا لا خالص، هنسى ايه؟ بعد ما خلاص هنفرد بس انا حاسه ان السمك بتاعه كده تخين. هيبطل دلوقتي. هنبططه. اوكي. هو دلوقتي هايش. عشان كده حاسه ان هو. بصي هو الكاستر اصلا المفروض يتحضر من قبلها بربعيه ولا حاجه، نسيبه يبرد يعني بحيث ان لما تيجي تحطي الكريمه ما تسيحش. اوكي. بس احنا عشان الحلقه هنضيفه بقى وايه مش مشكله انتوا بس عشان نوريكم الطريقه بعد كده. بالظبط. بصي بقى كده لما بططناها نزل كش بقى تمام قوي. حلو كده. تمام. حلو زي الفل. الكاستر خلاص اهو خلصناه اهو. المفروض زي ما هبه قالت احنا هنسيب الكاستر ده يبرد شويه وبعد كده نفكر. بس احنا مش هنورده بقى دلوقتي. مش هنسيبه. هي هتحط دلوقتي سخن بس هو العادي ان احنا نسيبه يبرد شويه يبقى كريمه وبعد كده تحطه على الكحك. دي وصفه سهله، دي وصفه هايله. حقيقي سهله. مش اسهل من كده. لا لا سهله. وعايزه اقول لك بقى دي مشروع حلو جدا جدا جدا، مش شرط بقى الكحك خالص. ممكن نحطه في الكب صغيره وتعمليه كمشروع او حاجه. ممكن نعمله كبات. ممكن نعمله كبات. ممكن نعمله. حلوه الفكره دي، بتساعد الستات اللي بتبقى عاوزه تدخل تزود دخلها وهي في البيت. مشاريع اونلاين تحفه. ايوه ايوه، من غير ما في ناس بيبقى ظروفها عندها اطفال بتخلي بالها من اطفالها مش عارفه تخرج تشتغل او تساعد في البيت وكده، فده حلو. أيوة. الفكره دي. بصي بقى هنا تقدري تحطي مكسرات. تمام. تقدري تحطي فراوله، تقدري تحطي موز، تقدري تحطي شوكولاته مجروشه. هو الموز ده هيبان على الوش؟ لا هو مش هيبان، هيبقى في النص. هيبقى في النص. بس بقى بيدي بقى طعم مع الكاستر اصلا خطير. اكيد. هو المفروض ان الكاستر زي ما اتفقنا يبرد. بس احنا بقى ايه عشان الحلقه هنحط، ممكن نحط مكسرات وزبيب وكده. هنحط بقى مكسرات. طعمه غريب. لا زبيب لا مع الكاستر مش هيبقى. لا مع لا. نعم ده انا بحبه مع الكاستر. ياه لا مش ياه ده انا بعشق حاجه اسمها الزبيب. لا انا بحب الزبيب مع رز بلبن عموما يعني. انا بحبه بس مع رز بلبن. مع الكاستر لا، مع الكاستر بحب المكسرات بقى. اوكي. المدرسه بقى بتاعتها مختلفه. انت اي مدرسه فيها بصي فيها تعالوا رزق انت بتحبيها يا هبه. اي حاجه فيها دمار شامل. بس عموما هو الزيوت بتاعه المكسرات والحاجات دي بتبقى مفيدة. دهون مفيده يعني. مفيده جدا. بتبقى مفيده للعقل للبدن، مش هتبقى زي الحاجات المصنعه. ايوه ايوه مفيده جدا. ما تحرموش نفسكم يا جماعه. وعين الجمل حلو قوي للذاكره، ممتاز في الفترة دي بقى للولاد اللي بيمتحنوا والكلام ده. ضيفي لهم بقى في ده عين جمل هيبقى رهيب. انت كده خلاص حطينا الـ بعد ما ضربنا الكحك والحاجات اللي عندنا وحطينا الكاستر حطينا الموز بعد كده. دي اخر خطوة. دي اخر خطوة. اخر خطوة في التزيين. بصي احنا المفروض كنا نحط فانيليا مع الكاستر بس ما شاء الله الكاستر كان ريحته اصلا حلوة لانه شكل يعني الكاستر جاهز. بصي بقى نحط الكريمة. بسم الله كده خلاص يا هبه هنزين بقى. دي اخر مرحله. ممكن بقى نعمل فراوله.
احنا عاملين نسخه بقى حاطين فيها فراوله، ممكن نحط في الكريمه دي كاكاو تبقى كريمه شوكليت، ممكن نلونها نحط لها لون تبقى لونها بينك. ايوه مثلاً. ندلع بقى. شفتي افكاري. أيوة. انا قاريه على فكره. ايوه والله وصفه ما خدتش والله حاجه. والله شطوره يا رندا بجد، انت حاسه والله العظيم شطوره. انا بحب اتفرج على الحاجات دي وساعات بنفذ يعني احيانا. شطوره، برافو عليك. احيانا مش دايما. بس هي الحاجه اللي بتعمليها بايدك في البيت بتبقى احلى والله، مميزه. وبعدين لما تحسي ان اهل البيت بقى بيشكروكي وحاسه ان انت عملتي لهم حاجه، بيرفعوا معنوياتك، تحسي ان انت اخدتي مكافاه تستاهل بصراحه. أيوة. التعب. ايوه بيرفعوا معنوياتك كده. خلاص خلصنا، هنحط بقى المكسرات. أيوة. صح. ما اخدتش مش شرط خالص ان الطبقه اللي على الوش دي تكون متساويه ولا اي حاجه، لان احنا كده كده ايه هنزينها. هو فعلا لو انا عندي بواقي كحك وبسكوت وحاجات وعملنا الفكره دي، الولاد هياكلوها ده اكيد، لان هي هتبقى فيها الجيل، تبقى فيها الكاستر وفيها الكريم شانتيه. انا غيرت شكل الكحك تماما. شفتي فكره حلوه. ومستحيل ضيف يكون عندك ويتخيل ان انت عامله له ديت من بواقي. فاهمه؟ بصي بقى اي صوصات عندك حركات بقى. ده كراميل؟ ده كراميل. ممكن تحطي لوتس بقى، انت عارفه اكيد بتحبي اللوتس. انا بحب اللوتس. عرفتي منين؟ عرفتي شكلك كده لوتس. شكلك شكلك كيوت. هما الكيوت، بصي الناس الكيوت بيحبوا اللوتس، واللي مش الناس اللي زي حالتي بيحبوا الكراميل. الكراميل ولا الناس شوكليت. اللي هما اللي بيدوسوا دول بيحبوا الكراميل والشوكليت والحاجات. انا بحب الاثنين اللي بتبز وبتلز. انما الكيوت ده يحب زبده اللوتس، زبده الفول السوداني. السوداني الفول السوداني صح، برافو عليك. شفتي البنت بتعرف تحلل. شفتي ايه رايك بقى كده؟ خلاص تمام كده خلصنا. احنا يبقى احنا عملنا النهارده، خلينا نقول هنجيب النسختين بقى اللي احنا عاملينها. بصي دي بقى فكره القبات اللي عملناها دي، بيكون ليها غطا يا رندا. بتتعامل بقى المشروع الاونلاين. بس غطا ازاي وانت عامله ليها غطا بومبيه كده؟ يحافظ عليها كده. يا ريتني جبت لك الغطا. بصي بيبقى ليها غطا زي البومبيه كده، وبتبقى سهله بقى ان انت تعمليها وتتنقل. لو هتبيعي اونلاين بقى بتتلف بستريتش راب، بتبقى ممتازه. الجلافز مش راضي عني يا جماعه. يبقى احنا كده وصلنا للشكل النهائي للصنفين، للصنف هو صنف واحد اللي احنا عملناه اللي هو اعاده تدوير الكحك. انا بشكرك يا هبه، تسلم ايدك. حبيبتي يا رندا انا اللي بشكرك. حبيبتي ان شاء الله نتقابل تاني في حلقه جديده ان شاء الله، وصنف تاني جديد باذن الله. ان شاء الله على خير. مبسوطه جدا اني كنت معاكي حبيبتي. تسلمي. خلونا نشوف الرجاله عاوزه ايه، ولكن بعد الفاصل.